مساء الخير. حماس السوداني يجرف تركة الكاظمي، هذه هي الصورة. إقالات وإعفاءات وإلغاء قرارات ديوانية من الحكومة السابقة تشير جميعا إلى أن السوداني بدأ فعليا في مراجعة الكثير من الأخطاء وحتى كوارث الحكومة السابقة وما قبلها، لكن الرجل الذي يحظى بقبول النيابي لم يحصله رئيس وزراء من قبل بظروف أمنية ومالية تكاد تكون مثالية. مطالب ليس بحملة واحدة أو مطالب ليس بحملة واحدة بل بحملات شعواء ومعارك ضارية بل وشاملة ضد الفساد وعصابات التهريب وحيتان العقود، وليس انتهاء بشبكات الموظفين المغمورين داخل المؤسسات الذين يحكون السجاد الأحمر للسرقات العظمى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالمختزل، أرحب بها بكم وبضيوف الأعزاء النائب محمد البلداوي عن كتلة صادقون في مجلس النواب وأيضا عضو لجنة تقييم الأداء الحكومي. حياك الله أستاذ، وأهلا وسهلا بجنابك نائب ثروة عبد الواحد رئيسة كتلة الجيل الجديد البرلمانية. أهلا وسهلا بك ثروة، تعبناك الدرج فحط شبدياك بانشغال الإعلام قبل ساعة ونزلتي تغريدة بمذكرة اعتقال السيد شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، وصفتيها بالنكتة، بشنو تداعياتها؟ شنو المادة القانونية اللي تم إصدار مذكرة الاعتقال عليها؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولأخي وزميلي سيادة النائب ومشاهديكم. طبعا هي فعلا نكتة، لأن المادة 240 أساسا المادة هي مخالفة للتعليمات وما بإصدار مذكرة اعتقال والتحري كذا، مخالفة التعليمات لأن هو رايح مسوي له شارع، فيقولون أنه أنت شلون تبني لازم تخرب. يبدو يعني مسوي شارع يعني بكويسنجاق كان أكو شارع صار لثلاثين سنة الناس يروح ويجي بهذا الشارع، لا مرمم لا أكو شارع حقيقي. فقبل تقريبا 25 يوم أرسل الفريق الهندسي إلى المكان واشتغلوا يوم يوم ونص، بعدين أجوا الأسايش والهذا منعوهم من العمل، بس يقولون أنه ما يصير يعني اللي سويته مو قانوني، هذا مخالف للقانون. صحيح هو غادر إقليم كردستان السيد شاسوار بعد المذكرة لو موجود في الإقليم حاليا؟ لا لا، هو أساسا ما موجود، صار له ثلاثة أيام يعني ما له علاقة بالمذكرة، هو عنده مشكلة ورايح يسوي عملية. يعني هو أعلن بالمؤتمر الصحفي قبل ما يسافر، قالاني يعني بسليمانية شافوه تقريبا ثلاث أربع أطباء، قالوا له لازم على السريع تسوي يعني أكو عقد هم طالعوا، تعرفون هو دائما لا فايدة على هذه المذكرة. لازم نص مجلس النواب الحالي بالسجن على سبيس، اللي كلفوا سبيس وبلطت وجابت. طبعا احنا لا وقت انتخابات تقول انه وقت الناس يجون يطلبون من عندنا يقولون تعالوا سووا لنا هذا الشيء، تعالوا كذا، مثلا كان اكو نفق بحاجة الى ترميم، هم راح وقال اني راح اسوي النفق، بعدين الحكومة قالت لا تسوي احنا نسوي، هم اخذوا الكادر ورمموا النفق مال درب انتخاب. بس يعني هو شيء مضحك، يعني هو رايح مسوي شارع، وقفته شغله شنو مذكرة اعتقال؟ يعني يروح يخرب الشارع مثلا؟ يعني ما مفهومه يعني. طيب انتقل بالسؤال للسيد محمد البلداوي، ايضا في بانشغال السوشيال ميديا خلال 48 ساعة سابقة بخصوص قرارات السيد محمد الشيعي السوداني، وخصوصا يعني اصدار بعض القرارات لفريقه، سواء كان إعلامي أو سواء كان فريق الخاص بالمكتب. الهجمة اللي صارت عليه هي يعني هجمة بصراحة مستغربة، لأن مدوني وإعلامي الإطار شنوا هجمة على قرارات سيد محمد الشيعي السوداني بخصوص تعيين سيد ربيع نادر أو الصحفي ربيع نادر مكتب الإعلام لرئيس الوزراء وبعض التعيينات الأخرى اللي هو يشوفها فريق اللي يريد ينجح به. شنو سبب هذه القصة؟ جهات سياسية تقف وراها لو تشوفها زعل حبايب، خلينا نقول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم إلى أختي الكريمة العزيزة الست ثروة، إلى جمهوركم الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا اليوم لكل بداية ولكل نجاح ضريبة. اليوم تكلمت أختي الست ثروة قالت أني اليوم أحد الأخوة أستاذ شاسوار أنه جاي رحيب والله تشارة صارت لفد مشكلة. كذلك اليوم جنابك إعلامي، عندما تنجح في مادة إعلامية وتظهر في برنامج ناجح أكيد راح يكون لك منتقدين، ما راح الكل ترضى عن هذا الموضوع. يعني إحنا قراءاتنا لدولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيعي السوداني
في قضية حتى اختياره من قبل الكتل السياسية وحضور الأخوة في تحالف إدارة الدولة وحتى الذين لم يشتركوا في إدارة هذا التحالف، أنا أعتقد أنه كان خيار جيد وصائب. اليوم متبناه إلى هذه اللحظة متبنيات جيدة ورائعة، أثبت أنه قبل حتى أن يكلف أنه رجل دولة، عندما تكلم بشكل واضح وصريح قال أنا من سأختار وأنا من سأتحمل المسؤولية. وأعتقد أن كل رؤساء الوزراء الذين سبقوه كانوا يلقون باللائمة على الكتل السياسية وعرقلت وقدمت، وأعتقد أول واحد يتصدى ويقول أنه أنا عندما سأجد فساد على وزير سأذهب إلى كتلتي وأقول هذا فساد وزيركم وطلعوه. وأول رئيس وزراء يتكلم بصراحة ويقول أنا لا أريد أن أشكل حكومة الديمقراط وهم أحزاب، أريد الحزب يجي واضح ويصير أمامي ويقول أنا هذا اليوم الوزير مالتي وأني اليوم أتعهد به وأنت تتحمل مسؤوليته في اختيارك. هاي المتبنيات وهاي الاطروحات أعطت القوة والزخم أنه في ظل 5 أيام بدأ واضحا تأثير القرار وجرأة القرار واتخاذ القرار. بدءاً أنه بدأ في قيادة الكابينة الوزارية في يوم الجمعة وتحرك الوزراء لاستلام حقائبهم الوزارية يوم السبت وانطلاقة يوم الأحد لإنعقاد مجلس الوزراء، وما طرح في مجلس الوزراء كان كلام واضح وصريح. هو لم يقل أغلق الأبواب، وإنما اليوم في أيضا مقررات مجلس الوزراء قال على كل الوزراء أن يذهبوا إلى المحافظات وأن يجلسوا مع المحافظات وأن يكون معهم نواب المحافظات، بل على كل وزير اليوم أن يذهب في بيت الشعب مع النواب لتطارح الآراء والجلوس معهم وحل هذه الإشكاليات. سابقا كان اللي يتكلمون عن وزير تكنوقراط لكنه تابع إلى كتلة وحزب، وهذه كتلة والحزب جابت لمدير مكتب وخلت الهيا، وهذه ما منعها السيد محمد الشاع السوداني. واعتقد هذه اول كان ممكن في اول لحظات ان تحدث مجابهة بهذا الموضوع. استاذ محمد، اما مساله اختيار الفريق، لكل شخص ادوات ناجحه ويجب انه يختار هذه الادوات بدقه وبعنايه. اختيار الاخ اللي تفضلت عنه وباقي الاخوه، انا اعتقد انه هذا هو خيار رئيس الوزراء لكي ينجح، هو يستطيع ان يختار فريقه، واعتقد انه هاي الشخصيات اللي اختارها الى هذه اللحظه لم حقيقة أسمع، وأنا بحثت في شخصياتهم لم أجد عليهم ملفات أو شائبة ممكن أن تدفع بهم بعيدا عن رئيس الوزراء. يعني مشكلة سياسية حسد عيشة بس خلينا نقول أبدا أنا مع الأخوة في الإطار التنسيقي، ونحن في على الأقل في الإطار التنسيقي ومع باقي الأخوان اللي عندي علاقات وياهم تكلمت وياهم إلى هذه اللحظة لم يشكلوا على السيد محمد الشاع السوداني في أحد خياراته. طيب سيد ثروة، شلون شفت اتفاق بغداد وإقليم هاي الأيام الثلاثة قبل تكليف السيد محمد الشاع وقبل الخلاص من مشكلة رئيس الجمهورية وانتخاب السيد عبد اللطيف؟ ممكن هذا الاتفاق بالفعل يحقق بعض نوع الازدهار الاقتصادي خليني أسميه لإقليم كردستان، وهذا يعتبر نجاح لأحزاب إقليم كردستان؟ يعني أولا أنا ما أعتقد أنه هذا الاتفاق يمضي إلى الأبد، يعني أو خلال هاي الفترة فترة الحكومة، لأن أساساً أكو خلافات عميقة وكبيرة. يعني اليوم أقليم كردستان ما ملتزم لا بموضوع النفط لا بموضوع منافذ الحدودية، فبالتالي راح يصير مشاكل وراح يصير عراقيل يعني أمام هذا الاتفاق. أنا شخصياً ما أتوقع أن الحزبين الحاكمين في أقليم كردستان فجأة أنه ينزل وحي ويقول لهم روحوا وتصالحوا مع بغداد وسووا مقل، هم مستفادين من الوضع الحالي، الإرباك اللي موجود بين إقليم وبغداد، المستفيد الوحيد هم أحزاب الحاكمة في إقليم كردستان. موضوع آخر، اليوم سيد السوداني تحدث عن ملاحقة مهربي النفط، عجب أنه يقدر يلاحق مهربي نفط في إقليم كردستان، يعني ما إقليم كردستان جزء من العراق، فإنه هذه الخطوات هي تقول لنا أنه شقد هذه الحكومة هي جادة بأن تكون حكومة لكل شعب العراقي وأن تتعامل مع كل القضايا بنظرة واحدة. أنا شخصيا يعني قلتها في مقابلات سابقة متفائلة بالسيد السوداني باعتبار هو شخص ما عليه ملفات فساد وهو متزن ويعني صاحب قرار ويقدر يتخذ قرارات، فأتمنى أنه
ما يخلينا بعد شهرين ثلاثة من مراقبة لأدائه نرجع نقول يا ريتنا ما قلنا. يمتلك أدوات تصفير الأزمة بين بغداد والإقليم؟ يعني هو لازم يشوف حلول قانونية، وباعتباره هو رئيس حكومة كل العراق يعني بغداد وإقليم لازم أنه يشوفون طريقة حل. يعني ما معقولة أنه نبقى في ظل هذا هذه الدائرة من المشاكل اللي يعني إحنا من 2012 نسمع ب خلافات على النفط وعلى المنافذ الحدودية. فيجب أن يكون الدستور هو المحك في هذا الموضوع، ويعني إحنا مستعدين بأن نساعد في هذا الاتجاه، لأن بالنتيجة إحنا مواطنين هم متضررون من جراء هذه الخلافات. إحنا بالنتيجة نريد المواطن سواء كان في أربيل، سليمانية، في بصرة، في الأنبار، في كركوك، أن المواطن هو يشوف حكومة جديدة، يشوف فد شيء مختلف عن بقية الحكومات التي كانت، فالمواطن يشعر بهذا الشيء. طيب. فلهذا احنا ندعم اي توجه للحل. استاذ محمد، فسرت قرارات مجلس الوزراء يوم امس بانها قرارات انتقامية من حكومة السيد مصطفى الكاظمي، وبصراحة كنت تخوف شلون صارت هذه القرارات بهذه الجملة. صح هي مستندة مثل ما قال السيد رئيس الوزراء إلى قرار محكمة اتحادية، بس لكن بين ليلة وضحاها ما أعرف كم محافظ على كم رئيس هيئة على 400 وكسر درجة وظيفية من وكيل وزير ومدير عام. هاي كانت محسوبة الخطط البديلة للوزراء؟ اليوم وزير النفط صدر قرار بإلغاء كل التعيينات بخصوص الدرجات الخاصة، قبلها وزير الشباب والرياضة وباقي الوزراء أيضا. يعني أنا أتصور أنما اتضح من رأس جبل الفساد، أنا أقول الآن ذاب الجليد عن رأس الجبل فقط، هذا جبل الفساد الكبير اللي اتضح الآن على مستوى قادة في الأجهزة الأمنية، على قادة ذاك حامية حرامية، على مستوى مسؤولين في الدولة العراقية، على مستوى وزراء، على مستوى وكلاء، مستوى مدراء عامين. أقول هذا الكم الهائل من الفساد اللي استشرف الدولة ألا يستوجب أن نجري تغييرات على هذه المنظومة؟ كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يغير دون أن يغير الأدوات ودون أن يغير المنظومة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الخلل ليس في قرارات السيد السوداني، بل الخلل في قرارات الحكومة السابقة التي تجاوز صلاحياتها حسب قرار المحكمة الاتحادية وحسب الدستور. اليوم هاي المهام ما مناط بها، اليوم ما تستطيع هي أن تعين وكيل وزير أو وزير. بس كل الدرجات يعني معقولة كل هاي الدرجات عينها مصطفى الكاظمي وحده؟ لو كانت باتصالات واتفاقات مع كتل سياسية. خلاص ما مختلفين. إذا ما اتفق عليه السيد الكاظمي خلاف القانون مع الكتل السياسية أزاله السيد السوداني. خلاص أنت برنامجك هو هذا اليوم اكتساح ما مخلفات هذه الحكومات، حتى ليس فقط اليوم للسيد الكاظمي. هذا التسونامي الذي الآن يظهر لضرب مفاصل الفساد، من المفترض اليوم إذا كنا نحن أناس صالحين وندافع عن حقوق أبناء الشعب العراقي، من المفترض أن ندعم هذا التغيير وأن ندعم هذا الاتجاه، لا سيما أنه اليوم بشكله هو يمثل الإطار القانوني للدولة وبناء الدولة، لا الإطار السابق الذي اعتمدت عليه الحكومة السابقة التي تجاوزت حدود صلاحياتها وبدأت تعين مدراء عامين. سيد العزيز، صراحة والكل يعرفه، وأنت اليوم إعلام متميز وأختي الكريمة استثار وتعرف هذا، هناك بورصة كانت في مكتب سيد رئيس الوزراء، حسب من مستشاري، ما أقول هو، أقول من مستشاريه ومن الموجودين في المكتب لبيع المناصب، والكل يعرف، كل أبناء الشعب العراقي اليوم أيضا هم أصبح اليوم أبناء الشعب العراقي واعين لهذه القضية. وإلا اليوم وأنا أؤيد كلام السيد محمد الشاعر السوداني، قال ليس العجب أنه أني اليوم أنظر على مقدار الفساد، أنظر على وقاحة الفساد الذي يتجرأ على قوة القانون ويتجاوز قوة القانون بأنه يقوم بالفساد أمام مرأة ومسمع كل الوسائل وكل الأدوات الرقابية ويتجاوزها بسهولة. واليوم آلاف من القضايا في هيئة النزاهة وفي ديوان الرقابة المالية وفي القضاء، الأجهزة الأمنية فجأة صحت من يعني من جهة سيد السودان صحت وقامت تنفذ مذكرات اعتقال وتصدر وكذا وتكشف شبكات تهريب. السلطة هي التي اليوم واحد هارب. أنا أقول السلطة نايمة الأجهزة، اليوم واحد هارب إلى أربيل. نعم أنا أقول السلطة هي اللي أمنت هذا الموضوع، وأعطيك دليل بسيط. تفضل.
أقول أنه سرقة القرن اللي هي صارت مع العلم تراكو سرقات أكبر منها بكثير، وراح تظهر لك ملفات مع البأسماية، وتظهر لك ملفات مع النفط، وتظهر لك ملفات مع البيع والشراء، وتظهر لك ملفات مع التسليع، وتظهر لك ملفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، راح تفاجأ أبناء الشعب العراقي بها. ولكن اليوم السيد محمد الشيعي السوداني بدأ بخطوات واثقة، ونتمنى حقيقة له النجاح والاستمرار، ونحن داعمين لهذا الاتجاه. لكن أقول أنه عندما تصدر مذكرة قبض، والشخص الذي عليه مذكرة قبض يمر من الأجهزة الأمنية جميعها، ويدخل بجواز دبلوماسي إلى داخل مطار بغداد، ويتجاوز كل الأجهزة الأمنية بما فيهم جهاز المخابرات اللي موجهة إلى هذه الوثيقة عبر البايسز، ويصعد إلى الطائرة. يعني هذا شنو أساني شقول؟ أقول الأجهزة الأمنية مثلا ما عندها مذكرة قبض وراء ما قبضوا عليه الأخوان في الإقامة والجوازات، الأبطال الشجعان اللي صعدوا على هذا المتهم وأنزلوه من الطائرة، يجي اليوم أبو الجهاز يقول له أنسلمني وأني أنطيك مستند استلام له. ليش خوي أنت ليش عبرت بالأصل؟ هذا اليوم تواطؤ، وهاي مع احترامي وقدرا على اللفظ أمام حضراتكم وأمام المشاهدين وأمام القناة، هذه وقاحة. وقاحة عندما اليوم تكون الأجهزة الأمنية بهذا المستوى، وإلا ما تجرأ الفاسد يعني لولا كان فوقه فاسد سمح له بالفساد. جهاز المخابرات طالب بالمتهم نور زهير باستلامه. طبعا طبعا أخذوه ورا ما أخذوه استلموه الجوازات والإقامة، وكان توجه فريق من وزارة الداخلية لاستلامه، طالبوا من الأخوان الموجودين هناك التابعين إلى الداخلية باستلامه، قالوا لهم نسلمكم أصلا ما قبلوا، لأنه عندهم توجيه كان بأنه يتحفظون عليه ويتحرزون عليه. وإحنا القضية صراحة غير منتهية، أكو اليوم قضايا أكبر من هذا الموضوع. وثق إذا ما إحنا اليوم دعمنا السيد السوداني، أنا أقول لك راح تظهر قضايا أكبر. أي قضايا تهريب النفط ماكو قيمة لسرق، يعني إذا تسمح لي ماكو أي قيمة لسرقة القرن اللي إحنا نتكلم عنها، مقابل يوميا 100 صهريج تطلع من هذا المكان ومن أماكن أخرى أيضا. يعني اليوم تكلم السروة قالت أكو جزء هنا، لا إحنا عندنا ترى نفس القضية يراد لها متابعة في المناطق الغربية ومناطق الشمالية، أصلا هاي الأنابيب في أماكن متعددة مفتوحة وقاعدين يهربون منها. وفي جلسة كان حاضرها هو نفسي تلوى غانم، أنا تكلمت وياه وموجود المقطع موجود، وأنا أنشره يعني مستعد أنشره، وتكلمت وياه بصراحة قلت له أنت من عندك هاي الأعداد كلها وأنت مجايب صحوات وتصرف عليهم، أنت تعرف أنت نفطك دا يسرق، أنت تعرف أنه اليوم نفس هذول أنت اللي جايبهم دا يحمون قاعدين يسرقون. احنا المشكله قلت لك انا المشكله مو بالسرقه، المشكله في وقاحه الاشخاص اللي جاي يسرقون، بحيث مطمئنين تماما انه اليوم ما حد راح يحاسبهم، وانه اكو اليوم تاثير على كل القوى وعلى طيب. كل الاسعده وعلى كل السلطات في ان يسرقون. هذه الشبكه شبكه تهريب النفط مثل ما قال السيد السروة، احد المتهمين بها هو نفسه متهم بقضيه صفقه القرن. نعم. اللي هو اللواء بحسب تصنيفات جهاز المخابرات ضياء. تم اعتقاله بالفعل وهرب الاربيل. يعني هسه اكو تضارب حقيقه بالروايات، قالوا انه قوه خاصه اعتقلته وما وصل للبيت، اعتقلته قبل ان يصل الى البيت ومحتجز مع عند الاجهزه احد الاجهزه الامنيه، والبعض اشار الى انه هرب. طبعا بالمناسبه تقول بصلاح الدين بالمناسبه لو محتجز كان يصدرون بيان يقولون لا محتجز، يعني احتمال جهاز الامن الوطني يصدر بيان، يعني جزء فتره وجيزه يصدر بيان. المعلومه اللي سربت للصحافه وبعض الصحفيين مو كلهم بانه تم القاء القبض عليه بسيطره بصلاح الدين، يعني هسه الامن الوطني يلقى القبض عليه بصراحه، هسه راح يصدر بيان وهو عد الامن الوطني، هاي المعلومه ما تاكدت، راح يصدر بيان ان شاء الله. طبعا بالمناسبه هاي القضيه مال ضياء اللي هو ايضا مدير العمليات مركز العمليات، طبعا هاي قضيه بسيطه، قل لي انت على مرور التريلات على مرور طبعا محمد شو كلها بسيطه، شو سرقه القرن بسيطه، تهريب النفط قريب، شنو الذكي؟ انا انت تقدر تقيس مقدار الفساد بالدوله العراقيه. أي. احسب كم مليار دولار، هسه شو اقول تريليون دولار ما اعرف الارقام ايش قد تطلع، احسب لي ايش قد احنا ما بعد سقوط النظام البعد الى اليوم اموال العراق وموازنتها وما سرق من عندها، وانت راح تقدر تحسب مقدار الفساد. بلد مهدم مهمش هاي مداخله أسوأ ما يكون والله، حتى بالقرى اليوم كان أنا مع الأسف ما حضيت بقضية استضافة محافظ بغداد، أسوأ ما يكون حتى بالقرى والأرياف. الست سروة قالت احنا راح نعمر شارع،
سنتر هاي مدخل بغداد الشمالي، حتى والله حتى بالقرى. هسه انت ما تقدر تفتح لك طريق. هسه هذا شو تسميه فساد؟ يا اليوم يحكي الواحد من الاخوان النواب يقول، قلت له انت ما موجود بهاي المنطقه كنت تحكي اخوي يعني بعيد شوي عنك. قال استاذ احنا كنا مننا نحكي كان يهددونا بفلان، بفلان يهددوه. انت تخيل وين. انا اقول لك الوقاحه ان يصل اليوم هرم السلطه يهدد انه اذا انتم تكلمتوا مع فلان او تحرشتوا بفلان او تدخلتوا في الموضوع الفلاني. اعتقد وكثير ثق انا في يوم من الايام الاخوان بالامن الوطني، وهي السهم لهم محسوبه للاخوان، القوا القبض على اصابه لبيع الدرجات وظهرت عندهم اعترافات، اعترافات وفي محافظه صلاح الدين والواحد من اكبر الفاسدين ورا ما اعتقلوهم واخذوهم واعترافات وادى قاضي التحقيق مع الامن الوطني وبعدين راحت الى قاضي النزاهه. اللي صار شنو؟ اللي صار القضيه لسه ما انحسمت، خطيه الضباط تشردوهم في كل واحد في محافظه. زين هذا الفاسد هسه شريك منه؟ حليف منه؟ شريك ايضا فاسد. والله ما لم انا اقول لك اياها صراحه، هذه هي حكمه انا اقول لعله في يوم من الايام ترخص اخذ في يعني في دماغي. طيب. انا اقول لم يفسد الفاسد الا وفوقه فاسد سمح له بالفساد. طيب اروح الثروه، ائتلاف اداره الدوله هو المعني بغض النظر عن انه الاطار التنسيق هو المعني عن اختيار شخصيه رئيس الوزراء ووزراء، لكن ككل اداره الدوله هو المشترك بهذه الحكومه. شو راح يقدر البرلمان والنواب داخل البرلمان بتقييم حكومة السيد السوداني، بمحاسبة بعض الوزراء داخل هذه الحكومة، بمحاسبة رئيس الوزراء نفسه على برنامج الحكومة؟ قبل ما أرد عندي شوية ملاحظات. فضل. أولا أنا باعتقادي أن الحكومة مو هي مثلا الكاظمي راح سواله لجنة أبو رغيف، الكل انتقد قال لي مو شغل الحكومة تسوي لجنة وأكو أجهزة. اليوم ايضا انه احنا عندنا مؤسسات الدوله لمراقبه يعني اللي دي يصير، ديوان الرقابه الماليه اجي اقوي وانطي صلاحيات حتى يراقب بشكل دقيق وصحيح، وايضا هيئه النزاهه ونفعل الادعاء العام وننطي صلاحيات لوزاره الداخليه ل يعني تنفيذ الاوامر القاء القبض ويكون عنده قوه. هذا راح يخليك انه انت تراقب وتحاسب الفاسدين بشكل صحيح. اما انه انا اليوم اجي يعني الحكومه تلتهي بهاي المواضيع مع الفساد وما ادري شنو ما راح تخلص، لان الفساد في كل مؤسسات الدوله موجوده. وكل الاحزاب التي حكمت العراق هم جزء من الخراب اللي صار، يعني شئنا ام ابينا، يزعلون او ما يزعلون. طيب. هم من اداروا الدوله وهم من فشلوا في اداره الدوله، مو احنا اللي جينا يعني كنا في اداره الدوله، هم اللي كانوا في اداره الدوله. فبالتالي كل الاحزاب الحاكمه الكبيره المتنفذه اليوم هي مسؤوله عن كل الفساد والخراب والدمار اللي موجود. هذا من جانب. من جانب اخر يعني اليوم على الموضوع ضياء وعلى الموضوع نور وكذا، يعني اكو اشياء واحد يكتشفها يوم ورا اليوم، يعني اشياء غريبه عجيبه. مثلا مكتب رئيس الوزراء اليوم ديوان الرقابه الماليه يقول احنا كان عندنا استضافه لهم، يقول دزولنا كتاب رسمي وقال راح ادزلكم الكتاب الرسمي انه مكتب رئيس الوزراء يقول ما لكم علاقه ب لا تدققون في موضوع امانه الضرائب. زين ليش؟ وكتاب اخر من اللجنه الماليه، يعني اكو تنسيق، اكو تنسيق شبكه، يعني مو واحد واثنين وثلاثه. زين موضوع اخر انه قبل نروح موضوع الاخر، هو المحير بهذه القصه بالفعل مو كتاب مكتب رئيس الوزراء ولا كتاب رئيس اللجنه الماليه، المحير بانه صك ب 400 وكسر مليار دينار يصرف وينزل بحساب الشركه ويسحب. كميه حجم هذه الاموال تريد. حجم كبير تحمل بسيارات وطلع وتفترب بغداد وما حد ما يحاسبها. زين هاي القصه شلون صارت؟ هاي تفاصيلها شلون صارت؟ فلهذا انا اليوم كنت اقول لهم، اقول اولا احنا لازم نوسع يعني هاي التحقيقات وهذا نوسعها، حتى جهاز المخابرات لازم نسال انه شنو دورهم كان. المنافذ يعني انه هذا النور راح للمطار، وين المنافذ؟ شلون ما عرفوا انه هذا الشخص مطلوب والمنافذ اذا ماكو تواطؤ؟
زين دائرة استرداد الأموال شنو دورهم هسه؟ يعني خلينا باستضافة هم أقالوا رائد جوحي هسه. لا جهاز الرقابة المالية، لكن بعد نروح الفاصل ونرجع نكمل الكلام. مستمرين لكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بكم مرة أخرى وبضيوف الأعزاء. الكلام كان عند السيدة النائب سروة عبد الواحد. بالفاصل أثناء الفاصل صدر البيان اللي نوه عنه السيد النائب، بيان الأمن الوطني، جهودهم مشكورة بكل تأكيد. لم يتضمن أسماء، لكن تضمن عبارة مهمة بأنه تم إلقاء القبض على أكبر شبكة تهريب للنفط داخل العراق، وإلقاء القبض على ضابط برتبة عالية. ما نعرف اللي ذكرنا اسمه اللي مو هو، بس أعتقد يقصدون مثلا مدير شرطة الطاقة مثلا أو هذا الضابط. الكلام عن استضافة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية، يعني شو شفتوا إفادته؟ اقتنعتوا بالإجابة ما تخلال الاستضافة السر؟ يعني هو حاول أن يقول أنه أني وقفوني وما قدر أراقب، فوقفوه وما قدر يراقب. لازم يكون أكو جهة عليا، يعني منو يقدر يقول الديوان الرقابة المالية، وجهتين اللي هم يعني رئيس لجنة المالية وأيضا مستشار في مكتب رئيس الوزراء، اثنين هم يعني طالبين من عنده أنه يوقف المراقبة أو التدقيق. يعني هو موضوع كبير جدا، موضوع كبير جدا. وبالفعل انا اتفق مع اخي محمد البلداوي، لان فعلا كان اكو سماسره يشتغلون بطريقه مو طبيعيه. يعني انا تحدثت انه على الرفيل اللي منطقه مداير المطار الرفيل، شلون يعني وزعوا كل هاي الأراضي بهذه الطريقة؟ شلون بهاي الطريقة العشوائية؟ ملعب جولف قبل يسوونه غير؟ أنواع وأشكال، يعني مئات الدونمات، يعني مو دونم أو اثنين أو 700 دونم أو 1000 دونم، يعني 16,000 دونم و20,000 دونم، وموزعيها بمزاجهم. والقرارات كلها كانت تجي من مكتب رئيس الوزراء. ليش؟ ومن نحكي ويا رئيسة هيئة الاستثمار تقول أني وفق القانون، وين وفق القانون؟ وين القوانين اللي أنت تنفذها؟ فبالتالي الكل المرتبطين كانوا بمكتب رئيس الوزراء. يعني أنا شخصيا طالبت وأطالب وأكرر أنه يجب أن يتم منعهم من السفر لحين ما هم سافروا ولا بعدهم؟ شو يسافرون؟ نصهم أكثر مسافرين، يجوز كم واحد باقي بالسلطة، والمفروض يمنعوهم من السفر لحين ما أكيد مسافر. شو يسوي هنا بعد؟ وين مصطفى كان مسافر؟ وما معرف. معلومة تقول وصل لندن. الحجة ولو أختي الكريمة، الحجة مو بأنه يسافر أو ما يسافر، الحجة في أنا أقول له اليوم إذا السيد محمد الشياء السوداني امتلك القوة والقدرة والإمكانية على إيقاف الفساد فهو بحد ذاته نجاح، ومن ثم نبدأ الخطوة التالية في معالجة آثار الفساد حتى نستطيع إلى القضاء عليه. احنا عندنا مشكلة، الفساد صار متأصل في كل دوائر الدولة، في كل مؤسساتنا. هسه اكو ناس، عندنا ناس شرفاء، ولا هاي الناس المخلصة اللي ذا تكشف هاي الملفات. استاذ محمد، شلون نخلص من الحماية السياسية؟ يعني اكو احنا ثلاثة قاعدين والمشاهدين يسمعونا، اكو بينا احد يختلف عن ان الفساد محمي سياسيا داخل العراق؟ ما انا قلت لك، هي لو لم يكن هنالك شخص فاسد في الاعلى ما استطاع الفاسد بالاسفل ان يفسد. بس هي المشكله انا اللي اقولها، والان اعتقد الان الاوراق اصبحت مكشوفه وواضحه امام الجميع. ما اعتقد انه بعد اليوم اكو واحد راح يتجرأ امام هذا الجو الاعلامي وهذا الجو الشعبي وامام المجتمع ان يوفر حمايه لفاسد. أنا أتوقع أنه هذا راح يخسر كل شيء. فالكبار راح يضحون، يحرقون هاي الأوراق. اللي بعد يطلع خارج العراق، اللي يتخلى عنه، اللي يقول أنا ما أعرف، اللي يقول أنا شلون هسه صفقة أو سرقة القرن اللي إحنا نتكلم عنه، الكل بدأ يتخلى، والكل يقول أنا قدمت هاي الورقة وأنا سويت هذا الإجراء ما اتخذت، وقام يدافع عن نفسه حتى يحمي نفسه. كان متقاعس يتحمل المسؤولية، الكل تتحمل المسؤولية، الكل شركاء اليوم في هذا في هذه الحكومة. لذلك أنا ما أعتقد بعد أكو حماية، قد تكون
في بعض الأحيان ممكن أن توقف إجراء، لكن لن يطول. أنا اللي أقوله اليوم السيد محمد الشياء السوداني إجا بباور عالي وهذا موفق به. أنا من الناس حقيقة، أنا أتكلم بصراحة، أنا من الناس اللي دائما وأدعم كل هذه التوجهات اللي تذهب بهذا الاتجاه، لأنه أنا اليوم قناعتي أقول أنه هذا البلد ما راح يؤمر ولا يصير، لا ما عندنا علاقة بالموازنات. هاي الموازنات أضعافها الموازنات اللي اليوم إحنا نقرها صرفت سابقاً، لكن الإعمار شنو اللي تغير بحال يعني البلد شنو؟ ما راح يهدد السيد محمد الشياع السوداني بالتخلي عنه، يعرفون للبرلمان والاستجوابات في حال المساس بصفقات قرن أخرى تمس جهات سياسية داخل الإطار التنسيقي؟ ومن راح يتجرأ؟ عمي احنا نوقف وياه. لا هو انا اقول من اللي والله يتجرأ؟ اذا على الفساد وعلى تهم الفساد وعلى كذا يحاولون يستجوبوا، يعني الرأي العام والناس كلها راح يكون معاه. يعني ترى هسه ماكو احد يقدر يحمي الحرامي، صحيح انه حراميه بيناتهم واحد يحمي الثاني، بس ما يتجرؤون بصوت عالي وامام رأي العام يدافعون عن بعض، مثل ما تفضل انه الكلهم يتخلون عن بعض. و أني أقول يعني بهاي المرحلة خل نعوف الرؤوس الكبيرة عمي، خل بس نوقف الفساد في هاي المرحلة ونبني ونشتغل ونخلي ننهي البطالة ومؤسساتنا نحترمها ونخلص من سلاح المنفلت، كل هذه الأمور الغير قانونية اللي موجودة بالبلد، يعني مو فقط الفساد. يعني أنا بارحة شنت أيضا دا أحكي أقول يعني إذا واحد يكون منصف وعادل أنه الحزبين الكرديين قبل كل الأحزاب الشيعية عند السلاح، روحوا يعني جاملتوهم خليتوهم يكبرون ويجيب يكبر سلاحهم معاهم وكذا، لا تجاملوا البعض. يعني ابنوا الدولة، ابنوا عندكم مؤسسات، احترموا مؤسسات الدولة. فلهذا أنه بسؤالك السابق على أنه إدارة الدولة، أنا أقول إذا كان فعلا هذه التوجهات وبغداد تريد تصير بغداد نزيهة بعيدة عن الفساد، تحترم حقوق الإنسان، تعوف السلاح المنفلت، أقليم كردستان الحزبين الحاكمين يزعلون، ما راح يساندون هذا التوجه، لأن هم يخسرون بالنتيجة. هم الفساد عندهم، عندهم سلاح منفلت، عندهم يعني كل المؤسسات يعني الدولة كلها بسلاح منفلت عندهم. يعني إذا حزب عنده السلاح هو سلاح منفلت، يعني حزب شو يسوي بالسلاح؟ إحنا في دولة ديمقراطية، إحنا عندنا انتخابات، كلنا نروح للانتخابات، اللي يفوز يروح يشكل الحكومة وهو عنده السلطة بالحكومة، فشنو هذا السلاح تحمله خارج نطاق الدولة؟ تقديم مذكرة على السيد شاسوار، أرجع لأصل السؤال أيضا بما أنه قلتي مخالفات داخل الإقليم، هي بداية لحملات تصفيات لأحزاب داخل إقليم كردستان. وإحنا متعودين يعني دائما أكو أوامر اعتقال، يعني فهم يخافون من منافسيهم، لأن إحنا ما عدنا شيء، ما عدنا لا سلاح لا حزب مدني، اللي عدنا صوتنا وبالإعلام نحكي، فهو حتى من هذا يخافون، هل قد مهزوزين، هل قد عدهم فساد ومشاكل وهاي. يعني تخيل أنه الشخص يكون يخاف من كلام، يعني هو شنو الكلام؟ واحد يتحدث ينتقد. أنا دائما أقول رغم كل الفوضى والمشاكل هنا، يعني هنا مو ملائكة ولا شو اسمه، بس أكو نوع من الحرية، أكو نوع من تعدد الأحزاب، أكو يعني واحد يقدر يشتغل نوعا ما إلى حد يعني جيد. بعد ما مجربين منتقدين الحكومة بشكل قوي حتى نعرف أكو لا يعني ليش هو دائما هم غير هم هاي الأحزاب السلطة نفسهم هم اللي عندنا حزبين، وهنا أنا أكو عمي على الأقل هنا أنا رئيس حكومة يتغير. أنا ما أدري، يعني بعدني ما جاي للدنيا أسمع بالطالباني وبارزاني، ما تغيروا يبقوا نفسهم. يعني هاي المشكلة الحقيقية، ما عندنا ديمقراطية حقيقية في إقليم كردستان. إحنا عندنا ديمقراطيتنا محددة، يعني ما يحق لك تجيب. طيب ما سمعت إجابتك، يعني كان المفترض أنتقل بالسؤال اللي سألت الأستاذ محمد إليس أيضا، شفتي قرارات السيد السوداني هي انتقامية من حكومة السيد مصطفى الكاظمي باعتبارها حكومة صدرية، خلينا نقول هيك يعني شانت. ليش الشخصيات هم مو صدريين اللي هسا قالوهم، يعني مش لهم علاقة. يسموها الجماعة لا ما يعني شوف، إذا وصل لهاي المرحلة بصراحة أنا من الناس أنتقد إجراءات، لأن ما يصير مثلا مدير عام هو اللي أنصدر يتم فصله، يعني وين صايرة، يعني عيب أصلا معيب.
يعني أنا صراحة من قصة أختي العزيزة، يعني أنا أستغرب من اللي يتكلم بهالشيء، أنا أشوفها مثل ذر الرماد بالعيون، وإلا القرار صدر إجمالا وليس بأفراد، يعني ما صدر قرار قال أنا أقيل محافظ ذي قار أو هو أقيل القرارات اللي طيب. مو هي القصة وين أستاذ محمد؟ أنا رديت أسمع نعم. منك هاي الإجابة نعم. حتى أوجه لك السؤال التالي نعم. أنه هسه بعض المدراء العامين الوكلاء المحافظين نعم. اللي محسوبين على ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام نعم. لأن أكو قرارات سمية محافظ صلاح الدين نعم. وغيرها من نعم. الدرجات الخاصة بالسنة والكرد نعم. همي كتلهم راح تدافع عنهم، الكتلة الصدرية الآن سادة بابهم انسحبوا وما راح تدافع عن أي أحد طيب. كيف سيتم التعامل مع الدرجات الخاصة التابعة للكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان؟ ما لها علاقة يا أخي، شوف احنا عندنا في مشكلة كأنه اليوم الأخوة الصدريين جايين من كوكب القمر وإحنا من المريخ، ما أعرف أنا صراحة هاي التسميات شنو. هو اليوم موظف بدرجة وظيفية تدرج بمستوى الوظيفي وصل، أنا أعتقد أنه اليوم الحكومة وكل الوزراء اللي موجودين في الدولة العراقية في حكومة السوداني أعلنوا بشكل واضح وصريح راح يقيمون، وهي من حقهم أن يقيمون أداء الكوادر الموجودة في الوزارة من مدراء عامين وأقسام وشعب ضمن فترة 3 أشهر، وهذا أيضا تقييم للوزير ولأدائه، وأنا لازم أقيم لازم أساعد التقييم. إحنا أنا اليوم كنت موظف بالدولة العراقية، إحنا سنويا عندنا تقييم وهذا التقييم يجري على كل الأفراد الموجودين طيب. والكل أو القسم يقيم اللي موجودين وإلى آخره. عندنا كل هالفاشلين بالدولة. إذا أنا أقول لا، إحنا نحكي واقعية، أنا أقول القرار صدر إجمالا طيب. اتكلم عن مرحلة كان من المفترض بحكومة السيد الكاظمي أن تتعامل مع قرار المحكمة الاتحادية ومع القانون ومع الدستور بواقعية، أنه هي حكومة تصريف أعمال وهي ارتضت لنفسها هذا الموضوع، هي أملت بازدواجية. وأنطيك مثال على الازدواجية، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 22 مقدمته، قالت ليش؟ قالت أنا مو صلاحي تقدم قانون موازنة، بس إيش سوت؟ دزت لنا قانون الامن الغذائي. طيب انت هذا قانون وهذا قانون، هذا مشروع قانون هذا مشروع قانون، كلنا صوتنا على القانون ضعف القانون. خو هساني اقول البرلمان كل الاطراف صوت. خو انا اقول ليش هذا قبلتيه ليش هذا ما تقبليه؟ رضاهم زين. انا اجي اوكي طيب. ماكو مشكله. اذا الحكومه انا اجي العفو اقول اليوم اكو وكلاء وزارات لحد هاي اللحظه لم يعين، وزاره النفط ما بها وكيل وزير، ليش ما عينتوا بها وكيل وزير؟ انا اقول اليوم وزاره الشباب الرياضه كردي صارتهم مشكله صار. انا اقول ليش ما عينوا سعدهم مشكله. هذا السؤال هذا السؤال، التزم السيد محمد الشاعر السوداني بقرار المحكمه الاتحاديه وصدر هذا باعتبار قرار ملزم تمام، شلون راح يتم التعامل مع الدرجات؟ هو انت تعرف يا استاذ نعم. محمد حتى يكون المشاهد يعني يفهم بانه بشفافيه جاي السؤال انه القصه هي قصه محاصصاتيه على التيار نهائيا، شلون راح يتعامل ويا درجاتهم؟ من يدافع عن درجاتهم؟ بس سؤال يعني انا ليش إذا أنت اليوم شخصت الدولة بكتلة وبتيار، وأنا هذا من الناس اللي أرفضه حقيقة أرفضه، لأنه أنا اليوم إذا كل تيار وكل الإطار راح يقول والله هذول هم وزراء وذولا مدراء آمين ولا تقوسوهم زين، وهذا أنا انطيته شرعية للفساد ويروح يفسد وبعدين هم ديني أنا ترجع التبعات علي، وكذلك الأخوة التيار. إحنا مجال نتحدث عن فسادهم. لا العفو العفو، ما أنا انطيت هاي الشرعية أنه أنا اليوم هذا الشخص أنا المفترض أتعامل وياه كموظف في الدولة العراقية ولا للدولة العراقية، ويتم اختياره وتقييمه من رئيس الأعلى. المفترض اليوم إذا أكو مديرية عامة وعليها مدير هذا يقيم، إذا من قبل السيد محمد الشياع السوداني أو من أي حكومة أخرى، هذا يقيم عمله وأداء جيد يكلف يكلف ولمدة، هذا طبعا هاي واردة عندنا احنا محمد. تكليف 3 أشهر أو 6 أشهر محمد. ومن ثم يتم حتى نعبر الموضوع ما بقى وقته هو. نعم. الوزارات قسمت على أساس الوزن الانتخابي صح. درجات الخاصة صحيح. الهيئات ستقسم على أساس الوزن الانتخابي، اكو ناس ما عندهم مقعد نص مقعد وعنده وزاره يعني اخذ في هسه السيد محمد الشاعر السوداني نفسه. شوف انا ليش اقول لك احنا مع الاسف امام الاعلام ايش نظهر ما خلتنا كم سؤال. العفو انا اكو اوزان انتخابيه راح توزع عليها سموه كلها ما يخالف بس الاغلب الاغلب اوزان انتخابيه. شوف الثانيه اقول لك اليوم انا اتكلم عن صادقون ويسمعون انا احكي بواقعيه صادقون. المفترض اليوم احنا في حكومه السيد عادل عبد المهدي كان عندنا 15 يوم، هسه احنا قدمنا 19 نائب موجودين احنا ككتله صادقون. في حكومه السيد عادل عبد المهدي كانت عندنا وزارتين، اليوم اجينا وزننا الانتخابي او النقاط اللي عندنا تفوق الاخوه الباقين
اخذنا وزاره واحده اللي هي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وصار عليها دكتور نعيم العبودي وانسان محترم وفاضل. عندنا كتل موجود ثلاث مقاعد اربع مقاعد، اخذت وزاره واضخم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بالقوه مالتها وبدرجتها وبتصنيفها ما بين الوزارات. عندنا السيد محمد الشاع السوداني دوله السيد رئيس الوزراء، اليوم مقاعده في مجلس النواب ثلاث مقاعد فقط، اصبح اليوم دوله رئيس الوزراء. كثير من الاحزاب اصلا حتى يعني ما اعرف هسه هي تركيبتها بدها نقطه واحده او نقطتين حصلت وزاره، بس انا القضيه اذا اتعامل وياها حصلت واخذت وما اعرف شنو امام الناس وكانه هي مغانم ذات قسم، انا اقول لك هاي الطريقه خاطئه لا نتعامل وياها. طيب. الدليل اليوم انا هسه انظر الى الاطار، خلي اتكلم عن الاطار. الاطار التنسيقي اللي موجود اليوم يريد ينجح ويريد ان يظهر انه هم فعلا اليوم قيادة الدوله، ذلك قبل شويه قلت يعني ما راح يحمي سياسيا وما هذا، قلت لك ما حد راح يتجرأ، لانه احنا اليوم هدفنا ليس فقط اليوم انه احنا نشارك في الحكومه، لا، مشاركتنا يجب ان تكون من النجاح ولاجل النجاح. طرق حتى يدافعون، انا ما خلاني اكمل حول حول الموضوع يعني قرارات المحكمه الاتحاديه، انا اقول اذا كان بهذا الاتجاه انه من 18 الى اليوم هذه القرارات انه يبطلها امر طبيعي بس ما يتجاوز هذا الامر. موضوع الثاني مثلا اني عندي تحفظ على انه سيده صفيه السهيل اللي هي تستحق هاي المكانه، المفروض يرجعها مو يطلعها فقط، يرجع اكو شخصيات تستحق هذه المكانه، مو كلهم مو زينين، مو نخلي كلهم بدائره واحده انه والله لا كلهم ما يفيدوا، لا اكو شخصيات محترمة ويجب أنه السيد السوداني يدعم هذه الشخصيات. وموضوع الآخر موضوع أنه الهيئات المستقلة وهذا سديردون كلها يوزعوها باكج واحد الأحزاب الحاكمة اللي فيجي يقول لك أنا ما أريد أحد من غير حزب يكون موجود وهو ما عنده توجه مالتي ونهج مالتي لإدارة الدولة. عمي ما يصير هيك، يعني هيئات المستقلة هي اسمها هيئات مستقلة، ففي التعديل الدستوري لازم تعدلون هذه المادة أيضا، هيئات المستقلة سووها هيئات حزبية. يعني إذا كلكم بس تجتمعون تجيبون الحزبيين، عمي أكو عندنا شخصيات وكفاءات، مثلا هيئة الإعلام والاتصالات ما عندنا شخصيات محترمة بعيدة عن الأحزاب، كفاءات محترمة نجيبهم، شبكة الإعلام العراقي، مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية حقوق الإنسان إنه إحنا نحتاجه لما الأحزاب يعتدون علينا يدافعون عنا، أنتوا تجيبون الأحزاب حتى يدافعون عنكم شلون يصير؟ يعني أكو مفاهيم إذا هذه الحكومة والإطار قدروا يغيروها يعني راح تكون خطوة كلش مهمة باتجاه الصحيح، وراح التاريخ يكتب لهم يقول إنه الإطار إجا وكل هذه الأحزاب لكن غيروا بعض المفاهيم. يعني مدى أطلب من عندهم يغيرون كل شيء، بس أكو بعض المفاهيم، أكو بعض مساحة ممكن يغيرها. تقديم بأن الإطار التنسيقي وصل إلى هذه المرحلة من القناعة بضرورة تقديم الخدمات تغيير الصورة السابقة مثلا، يعني أنا حتى ما أكون كلش مثالي، يعني أفتهم وأني بالعراق وأعرف أنه الحزب السياسي يريد يحصل مكاسب وامتيازات، بس أكو بعض المناصب هي مو بالضرورة حزب السياسي يكون متواجد بها. هو واجهت انتقادات كصادقون باختياركم الدكتور نعيم العبودي وزيرا للتعليم العالي، والكل يشاهد هي مو شغله مضمومه، كل التحايا والاحترام والتقدير للسيد وزير التعليم العالي. اليوم صدر قرار بتوقيع السيد نعيم العبودي كسر ما فهمت القرار، بس جبر الكسر للطالب، اي للطالب، يعني انا عندي وتنزيل معدلات القبول للمجموعه الطبيه في الكليات الاهليه، نعم، بحيث وصل 79 يدخل طب اسنان. لا هذا لا صحيح؟ لا انا هاي لا لا جبر الكسر هذا، يعني شوف ساني اكو مثلا ادنى طلاب واصل، طبعا هذه اليوم نشوفها حاله عامه وحاله، هذه السبب بها هو النظام السياسي السابق في العراق. نعم. قل لي الطالب ايش قد بعد يقدر يبذل جهد من يوصل هو لل 98 او 97، خلي اقول لل 95 صعودا. ترى الطالب اللي يبذل الجهد هذا مو طالب غبي حتى تتودي معهد. انت لو تطلع على الحاله الماساويه لعوائل الطلبه، احنا طلاب ادمنوا على المخدرات، طلاب انتحروا، اوائلهم الان منكوبه بهم، يبذل قصارى جهده خلال سنوات يطلع معدل 98 والله ما ينقبل. ليش؟ لانه المطلوب عندي اني 98 فارزه 28،
طيب انا المفترض اني والله يجيبون 110 ما ادري من هاي العشره يجيبوا. انا اللي العفو ست، انا اللي اقول اليوم هذول شبابنا وناس المجتمع صار كله اطباء، وين توديهم؟ وين اوديهم؟ اذا انا ليش فاتح مدارس؟ ليش فاتح كليات؟ اذا احنا هذا المنطق يعني مالتنا مقتنعين بالكم الهائل من الكليات؟ لا لازم اكو وزاره التخطيط. والله اني اختلف معك بهاي، لازم اكو وزاره التخطيط يخط. تدري اني من انقبلت بكليه التربيه على اي اساس انقبلت؟ نعم. اني ما كنت احب اللغه العربيه لان ما اعرف اللغه العربيه، كنت احب الانجليزي واني فرع علمي. اجيت انقبلت فرضوا علي اللغه العربيه، قالوا عندنا نقص بمدرسي اللغه العربيه في حكم ذاتي كان يسموه. نعم. فاحنا ما عندنا التخطيط، ما عندنا التخطيط شنو الكوادر اللي بنحتاجها شنو كذا. فيراد لنا انه وزاره التخطيط النقابات ما جاي تعترف. لا هسه انا مالي علاقه، انا مالي علاقه بالكهنه. احنا نظام الكهنه يجب ان يزول من كل المؤسسات ومن كل الدوائر. اذا بقينا على نظام الكهنه اللي هو بس هو يريد يصير، وبس هو يصير استاذ، وبس هو يريد يصير طبيب، انا هاي ثروتي البشريه اغلى واثمن ثروه، احنا نصدرها للعالم. للطبيب العراقي والطالب العراقي اللي قال له ماده 98 و99 اروح القي بالشارع؟ لو هذا خطا الدوله، لو خطا الطالب، لو خطا منه؟ احنا نحكي على 75، احنا ما نحكي على 98 احنا ما اليوم 79. لا عفوا، احنا المجموعه الطبيه صيدله 79 اليوم. اذا تسمح لي استاذنا، احنا محددات. شوف انت العالم كله من يجي يدرس الواقعيه، رغبه الطالب، امكانيته، ويوفر له كل الامكانيات الواقعيه. احلى كلمه الواقعيه. راح اجي لك. انا في يوم من الايام انا بلجنه مراقبه تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طرحت على الاخوه بالتربيه ووزاره التعليم العالي ان يقعدون لجان مشتركه يحددون الطاقات مالتهم، يحددون الفيلد مالتهم وشنو اللي يحتاجوه مع وزاره التخطيط، ويدرسون سوق العمل ومن خلالها يطلعون. انا مخرجات التربيه واجب علي اليوم كحكومه أن أستوعبها من التربية. ولذلك اليوم أنا ما أشوف، بالعكس أشوف القرار هو إنصاف لي الطلبة. أنا شنو البوينت اللي يمنع طالب مطلع 98 مثلا و 18 على تخفيض المعدلات؟ اكو جامعات أهلية مفروض هسه هو اكو جامعة أهلية تأسس؟ لا أنا ما أسأل، أعطوني جامعة أهلية رقنا السيد طالب واحد يسب الرسالة استاذنا. بس إذا تسمح لي والله يقولون تعال بس. لا أنا ما أسد الجامعات، لكن أطالب برسالة صانتها. أنا يكون أرصن هاي الجامعات وأتابعها وحاسبها. أنا أرجع السسر بموضوع واحد حتى ما نتجاوزه. إحنا شيطنة الآخر، والله برنامج ثاني بالجو راح يطلع، راح يقطعون علينا من نص دقيقة. أنا أقول شيطنة الآخر غير صحيحة، واليوم اتهام الآخر غير صحيحة. إحنا خلينا نصير بنات بلد، إيدنا بيد بيد حتى نبني هذا البلد ونستطيع أن نمضي إلى الأمام. أما أنه تتهم الآخر وتتهمني، أنا أشوف أنه هذه الحالة هي مو صحية ولا صحيحة. لا العفو، ما جبنا أي اتهام. أنا أقول بالنسبة للأخوة في التيار واتهمون الإطار والإطار. نائب محمد البلداوي عن الكتلة الصادقون، شكرا جزيلا لحضورك. رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان سرور عبد الواحد، شكرا جزيلا سسروة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ملتقانا في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين في أمان الله.